تواصل حملة 100 يوم صحة أعمالها بمحافظة الدقهلية عبر منافذها الثابتة داخل الوحدات الصحية وكذلك المنافذ المتنقلة. وأوضحت وزارة الصحة أنه تم متابعة أعمال الحملة خلال أيام عيد الأضحى للتأكد من توافر المستلزمات الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية والفرق الثابتة والمتنقلة مع تواجد جميع الأطقم الطبية في أماكن عملها. بنتكلم النهارده على مبادره 100 يوم صحه اللي اطلقها فخامه رئيس الجمهوريه وبدات يوم الاحد الماضي ان شاء الله. الحمد لله الحمله ماشيه كويس جدا، شغالين في 500 وحده صحيه ومستشفى حكومي واكثر من 320 فريق متحرك بتجوب جميع الميادين الاهليه والقرى والنجوع. بنلف على كل المصالح الحكوميه، شغالين جمعه وعطلات ومفيش عندنا اي اجازات، شغالين بفريقين، فريق صباحي من 10 الصبح للساعه 2 وفريق من 2 للظهر لغايه 10 مساء. بنفحص جميع الامراض، عندنا 13 مبادره، اطفال وكبار سن وامهات وشباب.